الساحر هل يقتل أو لا؟ قال العلماء إن الساحر يقتل مطلقا، وهو الصواب. وقيل إن عمل في سحره ما يبلغ الكفر قتل، وإلا فلا، كما في تفصيل الشافعي رحمه الله قبل الذي ذكرناه وأشرنا إليه قبل قليل. لكن على القول بأنه يقتل، هل يستتاب أو لا يستتاب؟ وهل قتله حد أو ردة؟ الصواب والأقرب والله أعلم أن الساحر لا يستتاب، فلا تقبل توبته ظاهرا في الظاهر، يعني في الدنيا. أما توبته بينه وبين الله فالله سبحانه وتعالى يقبل توبة التائبين. أما ظاهرا في الدنيا قال العلماء لا تقبل توبته، بل يجب أن يقتل لأنه غير مأمون، غير مأمون في الظاهر. أما في الباطن بينه وبين الله سبحانه وتعالى فإن صدق قبلت توبته. وقيل إن ذلك يرجع إلى اجتهاد الإمام الحاكم، إن رأى الحاكم أنه يقتل فإنه يقتل، وإن رأى غير ذلك فله ذلك. إذن يقتل على قول جمهور العلماء ردة